إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم العبادات، رتب الله لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله. من تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه عموما وخصوصا. وقد جاءت النصوص بفضل التوحيد وتكفيره للذنوب. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك. ثم ذكر عز وجل ما أعد لعباده الموحدين من الجزاء، فقال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فحصر لهم الأمانة والهداية، أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة المهتدون إلى الصراط المستقيم. ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور في الآية هو الشرك، وبين أن من لم يلبس إيمانه بالشرك كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضا من أهل الاصطفاء في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما، لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. ومما يدل على فضل التوحيد ذلك الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فاشتمل هذا الحديث العظيم على أربعة أمور جليلة. الأمر الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا كان عارفا معناها، عاملا بمقتضاها، سالما مما ينافيها. أما من تلفظ بها فقط ولم يعمل بما دلت عليه لم تنفعه. والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع له، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنا، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. الأمر الثاني شهادة أن محمدا عبده ورسوله،
الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصف في هذا الحديث بصفتين، أولاهما أنه عبد لله تبارك وتعالى ليس له من خصائص الإلهية شيء، وفي هذا رد على الغلاة من الصوفية والأشاعرة الذين غلوا فيه صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة والتوسل وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده. الثانية أنه رسول من عند الله عز وجل أرسله الله إلى جميع الخلق، فالواجب علينا طاعته، وفي هذا رد على من ترك طاعته فاتبع هواه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي ذكر في ذلكم الحديث العظيم أن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام في هذا الحديث بأربعة أوصاف. أولا أنه عبد الله، وفي هذا رد على النصارى الذين زعموا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثانيا أنه رسول الله، وفي هذا رد على اليهود الذين لم يؤمنوا به بل كذبوا برسالته ووقعوا في عرضه وحاولوا قتله، عليهم من الله ما يستحقون. وثالثا أنه عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مريم، أي خلقه الله عز وجل بكلمة كن فكان، أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه. رابعا وروح منه سبحانه وتعالى، فعيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل كسائر الخلق، وإضافة الروح إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف وتكريم، كقوله في الآية ناقة الله وسقيها، فأضاف الناقة إليه سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا. الأمر الرابع مما دل عليه الحديث أن الجنة حق والنار حق، والإيمان بالجنة والنار من جملة الإيمان باليوم الآخر، ولكن خصهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث لأنهما مستقر ونهاية الأبرار والفجار، فالجنة دار الأبرار والنار دار الفجار. وثمرة الشهادة في الأمور الأربعة السابقة التي اشتمل عليها الحديث النبوي دخول الجنة على ما كان من العمل، من آمن بتلكم الأمور الأربعة دخل الجنة على ما كان من العمل دون شرك، أي ليس للإيمان بتلكم الأربعة إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالموحد في دخول الجنة على أحد أمرين، أهل الجنة يدخلون الجنة على أحد أمرين، إما أن يلقى الله سالما، الموحد الذي يدخل الجنة إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخل الجنة من أول وهلة، بل ومن الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو أن يلقى الله وهو مصر على ذنب دون شرك. هذا الموحد لكن يذنب ذنبا ويصر عليه لكنه لم يشرك بالله، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء سبحانه عفى عنه بفضله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله الجنة. فمآل أهل التوحيد الجنة والحمد لله رب العالمين، وهذا أعظم فضل التوحيد. ومما يدل على فضل التوحيد كذلك ما خرجه الشيخان من حديث عتبان رضي الله عنه، وفيه فإنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. من تلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم يعمل بها لم تنفعه، وقد حرم الله على النار من أتى بها مخلصا من قلبه ومات على ذلك، كما دل عليه حديث عتبان هذا الذي قيد حديث عبادة المطلق بقوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله
عز وجل. قال شيخ الإسلام وغيره: أي قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك. فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولو كان مصرا على الذنوب، يعني يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. لماذا دخل النار؟ لأنه من أهل الكبائر وكان مصرا على بعض الذنوب فدخل النار. لماذا دخل النار؟ بسبب ذنوبه. فتواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار، هذا الرجل سيخرج من النار. لماذا؟ لأن في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وقد قال لا إله إلا الله في هذه الدنيا. فمن قال لا إله إلا الله وهو يعتقد صدقه ويخلص فيه وجمع شروط لا إله إلا الله التي سيأتي بيانها، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، دخل الجنة. وتواترت الأحاديث كذلك بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار، كثير ممن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله يدخلون النار ثم يخرجون منها. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، لا ليس على إطلاقه، وإنما هناك قيود ذكرت في تلك الأحاديث. ولا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. هذه الشروط التي أشرنا إليها قبل قليل: الرجل الذي يقول لا إله إلا الله ولم يجمع هذه الشروط 7 فلا تنفعه تلك الكلمة. فإذا أردت أن ينفعك لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة فعليك بهذه الشروط. أحدها العلم، وهو العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها، بمعنى لا إله إلا الله المراد منها وما تنفيه وما تثبته. الثاني اليقين، بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه، لأن الشك كفر والعياذ بالله، الشك في الدين كفر. الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. الرابع الانقياد لما دلت عليه، قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الخامس الإخلاص، وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، بأن لا يقصد بقول هذه الكلمة مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعة. السادس الصدق، وهو أن يقولها مصدقا بها قلبه. السابع المحبة لهذه الكلمة ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بمقتضاها. ومن الناس من يظن أن التشديد في أمر التوحيد يختص بفئة من العلماء أو يختص بأئمة الدعوة الإصلاحية كالشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن تابعه. وقد رد عليهم الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله بقوله: قولكم إن شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله شدد في أمر الشرك تشديدا لا مزيد عليه، فالله سبحانه هو الذي شدد في ذلك. من الذي شدد في التوحيد ومن الذي شدد في أمر الشرك؟ إنه الله سبحانه وتعالى ومن بعده رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في موضعين من القرآن الكريم. وقال على لسان المسيح لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وفي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما لا يحصى. وغالب الأحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر يبدأها بالشرك،
ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه أي الذنب أعظم عند الله قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. معاشر الإخوة، يقول ربنا تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومما يدل على فضل التوحيد الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات سبع وعمرهن غيري والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. طلب موسى عليه السلام من ربه أن يعلمه ذكرا يثني عليه ويتوسل إليه به، فأرشده الله سبحانه وتعالى إلى قول لا إله إلا الله، إذ هي أفضل الأذكار وأعظمها معنى، ولأجلها خلق الخلق وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، فهي ذكر ودعاء، وهي الكلمة التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم الدين، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم وللمال وللذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر ومن عذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق بسببه، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر عن دار الإسلام وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله عظيمة المعنى ثقيلة الوزن، ولكنه يختلف وزنها بحسب من صدرت عنه، فالمنافق يتلفظ بها ولكنها لا تزن عند الله شيئا لأنه كاذب في قولها، والمؤمن يتلفظ بها ولها وزن عظيم عند الله سبحانه وتعالى لصدقه مع الله فيها. فلو وضعت السماوات سبع ومن فيهن من العمار غير الله عز وجل، والأراضين السبع وما فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء وما يحصل له من تكفير الخطايا والذنوب. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنة، فإن هذه الحسنة لا يوازنها شيء. إن روح هذه الكلمة وسرها إفراد الله جل ثناؤه بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه المحبة المقتضية للذل والخضوع، بل كل ما كان يحب فإنما هو تبع لمحبته ووسيلة إلى محبته، ولا يخاف سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه جل وعلا ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يحتسب إلا به ولا يستعان في الشدائد إلا به ولا يلتجأ إلا إليه ولا يركع إلا له ولا ينحنى إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه سبحانه جل جلاله. ويجتمع ذلك في عبارة واحدة وهي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناها والعمل بمقتضاها والسلامة مما يناقضها. قيل للحسن البصري رحمه الله، وانتبهوا إلى هذا الكلام العظيم لأن هذا من المشاكل التي يقع فيها العوام من الناس، قيل للحسن البصري رحمه الله إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هكذا بإطلاق، فقال رحمه الله من قالها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة، أما من سوى ذلك فلن تنفعه
لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. وقال وهب بن منبه رحمه الله لمن قال له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فاللهم وفقنا لتحقيق لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه، واجعله آخر كلامنا يا رب العالمين.